انشقاق قيادي حوثي كبير ووصوله إلى مدينة مأرب ولقائه بسلطان العرادة. لنشاهد التفاصيل. أفادت مصادر خاصة عن وصول القيادي الحوثي أحمد الحسن لمير إلى محافظة مأرب ولقاه بالشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب مع عدد من مرافقيه وإعلانه تأييد الشرعية الدستورية اليمنية برئاسة المشير الركن عبد ربه منصور هادي. المصادر ذاتها أكدت أن لمير الذي يعد الذراع الأيمن لوزير الداخلية الحوثي عبد الكريم الحوثي والمعين محافظا لمحافظة شبوة رفض المشاركة في عمليات الجماعات الحوثية ضد مدينة مأرب وعرضها وعمل بكل الجهود مع أبناء مدينة مأرب في صنعاء إلى وقف الحرب، لكن الجماعات الحوثية رفضت وصعدت من عملياتها، وهو الأمر الذي أجبر لمير وعدد من القيادات العسكرية الحوثية من محافظة مأرب إلى الانشقاق والوصول إلى محافظة مأرب. المصادر ذاتها تحدثت أن الانشقاقات الحوثية في صفوف الجماعات تتزايد مع خسائرها الميدانية في مدينة مأرب.